بسم الله، هنكمل على المحاضرة اللي فاتت على Real Transformer. عايزة أعمل في المعمل إن أنا أحدد القيم بتاعة الـ R Primary والـ R Secondary اللي هي الـ Cover Loss، وعايزة أحدد اللي هو الـ Leakage Loss اللي هي XL و XC، ودي بالـ Short Circuit Test، حاجة اسمها Short Circuit Test. والـ Open Circuit في اتنين تجربتين، في حاجة اسمها اوبن سيركت تيست وحاجة اسمها شورت سيركت تيست. ان انا عايز اجيب الفاليوز اللي هي في الريال ترانسفورمر اللي هي الاكسايتيشن برانش، اكسايتنج برانش اللي هي اكس ام وار سي، اكسايتنج برانش ده عايز اجيبهم، وعايز اجيب كمان ايه اللي هي الار سي ار اس بتاع السكندري وار بتاعت البرايمري اللي هي الكبر لوس، وعايز اجيب الليكج اللي هي اكس بي واكس اس بتاعت السكندري. فالاوبن سيركت بستخدمها ان انا بحصل بيها على الاكزايتنج بريش، بحصل بيها على الادمتنس. ازاي بعمل اوبن سيركت تيست؟ عندي التوصيله بتاعتي اهي، بوصل ايه؟ بخلي الاوبن اللي معناها السكندري اوبن، واحط الميجرمنت انسترومنت بتاعتي فين؟ اللي هي الفولتميتر زي ما احنا شايفين كده، والاميتر، وده الوات ميتر لان بيقيس، واحد بيقيس كارنت واحد بيقيس فولت، يعني ده بيقيس فولت، الفولت تمام بيتوصل بارلل، وده الكارنت، يبقى ده بيقيس باور اسمها بي نو لود، والكارنت بتاع الكارنت اللي هيقيسه هنا بتاع البرايمري، وايه برضه اوبن سيركت لان عامله ده اوبن، وبرضه هنا في اللي هيقيسه هنا اسمه في اوبن سيركت. شوف القيم اللي قسناها، هيقيس اي اوبن سيركت وفي اوبن سيركت. لو انت قسمت الاثنين على بعض هتديني واي اي. واي اي اللي هي الادمتنس بتاعت الاكزايتنج اكزايتيشن ادمتنس اللي هي بتاعت ار سي اكس ام، يعني واي اي عباره عن واحد على ار سي ناقص جي واحد على اكس ام، دي قيمتها. طب كمان الباور، من الباور اللي انا جبتها بجيب بقيس الباور اللي هي اسمها بي اوبن سيركت، عباره بي اوبن سيركت هقسمها على بي اوبن سيركت واي اوبن سيركت يطلع لي ايه؟ الباور فاكتور، لان عندي التوتال باور عباره عن في اوبن سيركت في اي اوبن سيركت في كوزاين سيتا، كوزاين سيتا اللي هي الباور فاكتور، طلعتها كوزاين ماينس 1 بجيب ليها تطلع لي سيتا، جبت السيتا، يبقى انا بعرف منها السيتا وبعرف منها السيتا دي امتى فين؟ في النو لود، وبرده هنا هحصل على منها واي ادمتنس دي بقت في اوبن سيركت اي اوبن سيركت على في اوبن سيركت الانجل بتاعت ايه؟ الباور فاكتور. في الشورت سيركت تيست، معناها شورت تيست معناها بعمل ايه؟ بعمل شورت على السكندري، وبرضه هقيس بس ساعتها بقى، ساعتها تبقى في شورت سيركت واي شورت سيركت ودي باور اوتبوت شورت سيركت، دي بتعيني بحسب بيها الزد ايكوفلنت سيركت بتاعت الترانسفورمر اللي هي الزد ايكوفلنت سيركت اللي هي ار ايكوفلنت سيركت اللي هي ار برايمري وار سكندري واكس برايمري واكس سكندري اللي هي الليكش. فبقسم، فبقول زد ايكوفلنت سيركت عباره عن في شورت سيركت على اي شورت سيركت، وبرضه نفس الكلام الباور فاكتور كوزاين ماينس كوزاين هتطلع منها كوزاين ماينس 1 اللي هي الانجل يعني سيتا، طلع سيتا كوزاين ماينس 1 البي شورت سيركت على بي شورت سيركت على اي شورت سيركت. وده زيت ايكوفلنت قلت عباره عن ار ايكوفلنت اللي هي ار برايمري وار، بس انا دي ريفيرد للايه؟ للبرايمري، فعشان كده ضربت اسكوير في الايه؟ في الار اس. وطبعا دي عليها مسائل، بيدي لك القيم وعليها بتجي عليها مسائل. فطلعت لي في النهايه بي شورت سيركت على اي شورت سيركت الكلام ده، جبت منها زد ايكوفلنت بتطلع ماجنتيود وانجل. مساله اهي عندك بقى تحاول تحلها وهتلاقيها بسيطه. عايز مين مدي الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست؟ عايز اجيب منها كل المعلومات، كل المعلومات. في الشورت سيركت تيست بجيب بيها الزد ايكوفلنت، وفي الاوبن سيركت تيست بجيب، يعني في الاوبن سيركت تيست بجيب بيها الار سي والاكس ام، ببتدي بالواي اي. وعايز ترسمها هتلاقي الحل بتاعها اهو، الحل بتاعها جاب ريفيرت طبعا للبرايمري، وطبعا هنا بعملها ابروكسيميت، ما حطيتش اي برايمري هي كليه ودي اي، وطلع بس القيم، ده الحل بتاعها. اتمنى تكون فهمت المحاضره، ولو في اي مشكله في الحل يا ريت تسالوني على الواتس. سلام عليكم.